فمن حلف بغير الله جل وعلا هذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هو في الأصل ما حلف به إلا معظما له، هذا هو الأصل. وذلك يخطئ البعض عندما يقول إذا حلف به على جهة التعظيم فهو شرك أكبر، وإن حلف به على غير جهة التعظيم فهو شرك أصغر. يعني رأي ووجيه، لكن الصحيح خلافه، وهو أنه ما حلف به إلا وهو إيش؟ معظما له. والأولى أن يقال إن حلف به معظما له كتعظيم الله، أو حلف به معظما له لا كتعظيم الله، يعني أقل من تعظيم الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: نعم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن الله شديد العذاب. فهنا الله تبارك وتعالى ذكر أنهم يحبونهم كحب الله، بعضهم في تفسيرها قال يحبونهم كما يحب يعني كحبهم لله، وبعضهم قال يحبونهم الحب الذي يجب أن يصرف لله،